دي إذن ربما من موقع الحادث أو من مكان قريب من الحادث. أهلا بك بشار، إذن ما هي المعلومات لديك؟ نعم، كنت وكنا جالسين وفجأة سمعنا اطلاق نار في الدائرة 11 في باريس. هذا الوضع قليلا، وفجأة سمعنا إشارات الإنذار وسمعنا سيارات الشرطة في المكان. يوجد عدد هائل لا بأس به من سيارات الشرطة ورجال الأمن والإطفائيات، وأيضا سيارات الإسعاف التي بدأت للتو بالذهاب إلى المكان. طلبت المعلومات من رجال الشرطة وطلبت منهم أيضا تفاصيل عن هذا الحادث. رفضوا إعطائي أي معلومة سواء عن المكان أو عن مشبه بهم. كل ما اكتفوا به القول أنه خطر عليك أن تذهب إلى أي مكان الآن، وننصحك بالعودة إلى المنزل. حالة مريبة لبعض السكان، هناك تفتيش لبعض المنازل أمامي. يدخلون رجال الأمن إلى بعض المنازل هنا بالدائرة 11، طيب وهذا المكان محاصر يعني تماما، لا نستطيع الدخول أو الخروج. نعم بشار، هي أي نقطة بالضبط؟ أنت أمام أي نقطة بالضبط؟ أنت في الدائرة 11 أم في الدائرة العاشرة؟ أنا في بالدائرة 11، نعم، حيث يوجد حيث وقع الحادث الأول. شكرا لك بشار، شكرا على هذه المعلومات. معنا الآن جمال بدومة.